علي شاب عربي كان جالس كده في الجيم بسوي رياضة، لاحظ أنه الجيم ده صار له 100 سنة ما تغير، نفس الفكرة دمبلز أوزان حديد 100 سنة ما استخدموا أي نوع من أنواع التكنولوجي الحديث. يا أهلا وسهلا أستاذ رائد، إيش الاختراع ده؟ هذا اختراع من شاب عربي اسمه علي. أستاذ علي أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله everything as well, thank you for having me. والجهاز اسمه تونل، تخيل جيم أو فتنس سنتر 100,000 قدم كله مصغر يركب بهاي الآلة. وين وز اللمبة ولعت؟ اللمبة اديني اللمبة يا علي. My background is in technology, designing computer chips, but the truth is my health was a complete disaster. One morning I was at the gym. ففكر وطلع بالجهاز. هو جيم كامل. يعني من الشولدر للرجل. هذا الجهاز بيستخدم الاي اي الارتفيشال انتليجنت عشان يخصص التمرين ليك. الجهاز ده هو بنفسه بيعرف ايش الاوزان اللي تحتاجها، بيسوي لك 4 تمارين اساسية لكل عضلات الجسم، يعرف قوتك وبالتالي هو يحدد لك الأوزان، وبعدين يحدد لك الأوزان مع تطورك عبر التدريب عبر الأشهر، هو اللي يزود ينقص بناء على تحسنك. هذا أول تمرين، هتضغط هنا يديك الوزن، بعدين هذا ثاني تمرين، ثالث تمرين، رابع تمرين عضلات الرجل. كده سوينا الأسسمنت لكل عضلات الجسم. الآن أكثر من 200 اكسرسايز في الجهاز. طبعاً حلو أنه يعد لك وخلاص، حتى لو أنت لخبطت في العد. هو بديل كامل عن الجيم، وأيضاً بديل كامل عن المدرب. فلو الحركة اللي قاعد تسويها غلط، سريع بطيء، هو مدرب يعني شخصي قاعد يصلح لي الحركة حقتي. الحين شوف، raise your hand slower، ارفع يدك بشكل ابطأ، لاحظ اني بطلع بسرعة. طبعا في ميزة هنا سيفتي، نعرف كثير ناس من البنش بريس هذا بيحط وزن ثقيل ما مع احد وراه، ممكن يعلق هنا، فلو علقت هنا انت دحين هو ممكن لو سويت كده خلاص فهم انه في شيء غلط، فخلاص شال الوزن تماما. فهذه برضه سيفتي فيتشر، كأنه عندك سبوتر معاك، كأنه عندك مدرب شخصي معاك. فدحين شوفوا حبين كأني تعبان، ماني قادر اشيل، خفف الوزن، رهيب مرة رهيب. It was hundreds of rejections. You got hundreds of rejections? 350 meetings and got two investors who were interested at the end of it. Wow. Two out of 350. أكثر من 350 مرة أتقال له لا. ليه؟ لأنه فكرته مرة غريبة، ورواد الأعمال عادة بيشوفوا أشياء ما في أحد غيرهم شايفها، ومقتنعين بمستقبل لا يراه غيرهم. المميز فيهم أنهم بيستخدموا النوز لتحسين المنتج حقهم إلى ما تيجي اليس. والله يوفقك ويرزقك ويرزق منك بإذن الله.